تشير الأرقام إلى أن مجال الصناعة المالية الإسلامية قد تطورت بشكل إيجابي منذ تاريخ إنشائه في الجزائر، بحيث تقوم حالياً البنوك بالتسويق عدة منتوجات إسلامية ابتكارية تتلائم مع احتياجات الزبائن في مجالات المرابحة، المضاربة، المشاركة وغيرها. كذلك هي تشارك اليوم في التمويل الاقتصاد عامة والاستثمار خاصة، فقد بلغ عدد البنوك التي تسوق المنتجات الإسلامية اليوم إلى 12 بنكاً، 6 بنوك عمومية و6 بنوك خاصة أو خواص. فبلغ عدد الوكالات البنكية، يعني النوافذ والوكالات، 858 إلى غاية أول جوان 2024، وعدد الحسابات 715886 حساب، وإجمالي الودائع قد وصل إلى 794 مليار دينار جزائري، كما بلغت قيمة التمويلات فيما يخص تمويل الشركات أكثر من 493 مليار دينار جزائري. وفي الأخير، وإذ أبقى على يقين أن هذا الحدث سيساهم في تعزيز قدرات إطاراتنا المعنية والتدعيم الدور التمويل الإسلامي في تحقيق الأهداف التنموية والاستراتيجية التي نتطلع